عزيزي بهاء، شكرا للاستضافه الكريمه، مساء ورحب الخير، اهلا بك. معك مع الاخ احمد. واقول ما يلي: ان بالبدايه هذا الافتراض شابه الكثير من الدقه عبر العديد من وسائل الاعلام. للاسف ما صار هو يعني بيان صحفي عن الجهاز المسؤول عن التنسيق مع 17 جهازا استخباريا في الولايات المتحده الامريكيه. هذه كلها تنظر وتحقق الان فيما يلي: هل هذا الفيروس مخلق أم لا؟ طبيعي أم لا؟ هذه المسألة حسمت بأن البيان قال بأنه لا خلاف حتى هذه اللحظة بأننا نتفق مع الرأي الطبي العلمي الذي قال بأن هذا الفيروس طبيعي. تلك مسألة لا علاقة لها مع المسألة الأخرى التي لم ينفيها البيان، وهي أن هذا الفيروس خرج من ووهان من الصين. الآن المشكلة، من البداية قال الرئيس ترامب أن هناك عدة جوانب لهذه المسألة. أولا، لماذا تكتمت ولماذا حرفت الصين ولا زالت كل المعلومات التي تتعلق في هذه المشكلة؟ أما المشكلة الأخرى وهي لا قدر الله حتى الآن لم يقل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الرئيس الأمريكي أن الصين قد قامت بتخليق هذا الفيروس. لكن دكتور بشار يصر على وصفه بالفيروس الصيني، ويصر على وصفه بفيروس ووهان، ويقول وزير الخارجية الأمريكي بأنه ميد إن تشاينا، فبالتالي وكأن هناك دفعا سواء بقصد أو بغيره، بشكل مباشر أو بغيره، لتحميل كامل المسؤولية للصين وإدانتها. يا بهاء يا عزيزي، الآن ادخل على جوجل، ضع عن الإنفلونزا، تجدها الإنفلونزا الإسبانية، لا 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 شيء ضد إسبانيا كدولة أو كثقافة. المسألة الآن، نعم، هو بالبداية تعمد، وهو معروف عنه الذكاء في التعامل الإعلامي، تعمد عندما ذكر بأن هذا الفيروس الصيني وفيروس ووهان لإرسال رسائل معينة أعتقد أن بكين التقطها بوضوح. الآن بعدما تراجعت حدة هذه الأمور عاد ويقول هذا الفيروس، ولم يشر إلى أنه الفيروس الصيني، لم يربط بين الكلمتين، لكنه قال نعم أنه اطلع على دليل، رأى دليل بأن هذا الفيروس وفقا للاستخبارات قد خرج من ووهان، من المعمل الذي كانت إدارة ترامب، إدارة أوباما سلف ترامب، من عام 2015 بعد منع السلطات الاتحادية الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية عن إجراء بحوثات على الفيروسات، قالت هذا خطر للغاية. تم تصدير outsourcing هذه المهمة من الولايات المتحدة إلى الصين، ومن فرنسا أيضا إلى الصين، ودفعوا أموال لهذا المختبر على وجه الخصوص. وتم تحذير من خلال CIA ومن خلال السفارة الأمريكية في بكين، تم تحذير السلطات قبل عامين بأن هناك مشكلة تتعلق بالسلامة العامة في هذا المختبر. لكن ما تقوله دكتور بشار بأن القناعة لدى الرئيس الأمريكي بأن هذا الفيروس خرج من هذا المختبر في ووهان ولم يخرج منه؟ نعم، هو خرج accidentally، يعني أنا قبل يعني مشاركتكم الهواء في هذه يعني في هذه الحصة الإخبارية اطلعت مرة أخرى، والآن يعني هناك لأول مرة منذ عام هناك المتحدثة باسم البيت الأبيض الآن على الهواء، أعتقد ما زالت هذه القضية في غاية الحساسية، هي accidentally الأمور تتجه أنه خطأ تم تسرب هذا الفيروس إلى الخارج. هل تم تسريب بخلال حيوان معين، طيب، بطواط أو حيوان بحري؟ قضية الويت ماركت مرة أخرى تعود إلى الوجهة واجهة. أشكركم على يعني متابعة الصورة أيضا من واشنطن من البيت الأبيض، أم أن الموضوع يتعلق بأن أحد العاملين في ووهان أصيب به ومن ثم تم نقله إلى خارج المعمل إلى ووهان ومن ثم إلى الصين والعالم بأسره؟